ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للمذيعة المتألقة بنت الصعيد الجميل الأستاذة شروق عماد الدين. منورانا يا أستاذة شروق. ربنا يخليك يا شيف، أنا مبسوطة قوي إن أنا معاك النهاردة. لا والله مش مبسوطة، كنت مبسوطة إن أنا طالعة معاك. أشكرك. تعرف أنا كل يوم أقول لك إيه؟ أنا عايزة أقدم البرنامج معاك. تحت أمرك. أنت شاطرة جدا في القطايف معروفة. هي القطايف بقى يا شيف بقى القطايف دي فيها موضوع. على فكره من اصعب الحاجات. طب انا عملت اتنين. لو تفتكر فاطمه عايز الحلقه كلها تعمل واحده. احنا مش عايزين بقى، مالناش دعوه. مالناش دعوه بحد. احنا خلينا في القطايف بتاعتنا. يلا بينا. كل واحد والقطايف بتاعته. حلو قوي. طيب احنا القطايف دي خلي بالك من الحاجات الصعبه اللي كنت لازم تقفليها كويس لان ممكن تفك منك في قلب الزيت. طب انت ايه رايك؟ لا زي اديني كم من 10 10 تفوقت فيها. كويس قوي. ولازم قول لنا بقى اشرح للساده المشاهدين القطايف دي ايه مكوناتها وايه الحشوه بتاعتها. طيب احنا القطايف طبعا احنا يعني اغلب الناس بتجيب العجينه جاهزه، يعني ما حدش بقى هيتعب نفسه، الموضوع مش صعب قوي كده يعني. حلو. فاحنا هنجيب العجينه جاهزه طبعا، ومعانا المكسرات بقى، وبنحط طبعا في وش للقطايف وفي ظهر ليها، احنا بنحط الحشو جوه يعني في الحتة اللي فيها من الناحيه اللي هي ممكن تلزق. بالظبط كده. فاحنا بنحط الحشو هنا اهو، انا عملته اهو. وبعدين بقى يا شيف كمان احنا بنبدا بالمكسرات صح. حلو. بعد شويه في نص رمضان كده او بعد شويه تلاقينا ايه دخلنا على حشوات مختلفه. ممكن على فكره ممكن تتعمل حادي، على فكره ممكن تحشيها مفرومه عادي. يعني القطايف دي على فكره ممكن تحشيها لحمه مفرومه، فراخ مفرومه عادي خالص، تتحمر في الزيت تبقى لطيفه. طب هي تبقى ايه الفرق بينها وبين زي الفطاير يعني؟ ايه الفرق تبقى بينها وبين السمبوسه؟ عجينه السمبوسه بتبقى عجينه رؤيه مقرمشه، مورقه كده وهشه. ايوه دي بتبقى لطيفه برده، ممكن تحشيها وتقدمها مع كاتشب مع مايونيز مع توميه تبقى. طب حلو. طب ويا شيف لو هنعمل أفكار بقى افكار للحلو تاني غير المكسرات عشان نسهل للناس. ممكن بالقشطه. حلو. بالقشطه ممكن تعملي قشطه قمر الدين، تبقى قطايف وقمر الدين، ممكن تحشيها قشطه، ممكن تحشيها عين جمل، ممكن تحشيها لوز، ممكن تحشيها تمر. صحيح. عجوة. كمان مره يا شيف كده كنت عملت بقى يعني بالشكل ده اهو القطايفايه وقفلتها كده. لا اهم حاجه القفله دي اهي. عملت كده وحشيتها من جوه كريم شانتيه. حلو جميله. يعني بنحمرها الاول. مزبوط. وبعدين بنحشي بقى الكريم شانتيه، تبقى لطيفه وتبقى خفيفه. دي يعني دي جميله جدا. حلوه. ايه رايك فيها؟ بتحشي كريم شانتيه او قشطه مع فوز وحلبي، بتبقى بالمنظر ده كده، تبقى لطيفه. تبقى بالمنظر ده كده. عصافير. ايوه اهي. ايوه اهي بتبقى بالمنظر ده كده. وبعدين بنحشيها بقى كريم شانتيه، فبتبقى لطيفه قوي. حلو قوي. ايه رايك في الكشك بتاعنا ده يا باشا؟ الكشك رائع. واحنا عايزين الحلقات دي بعد الفطار ما نعملها على السحور. السحور بمناسبه السحور يعني عشان ايه الطبق المفضل للاستاذه شروق على السحور؟ طبق الفول الجامد طبعا للعائله. الفول الجامد الاصيل المصري الاصيل طبعا. تعملي الفول ازاي؟ والله انا عندي بقى ايه، في تنوع في البيت يعني، عندي مجموعه بيحبوا الفول يحطوا عليها كده معلقه زبده من فوق. حلو. ويحط ملح وفلفل وكلام من ده. حلو. وفي مجموعه تانية بتحبوا بالزيت والليمون. حلو. والكمون بقى وكده والحاجات. الكمون اساسي مع الفول. طبعا. بيدي نكهه حلوه قوي مع الليمون كمان والزيت. حلو. فهتلاقي الاثنين. وساعات بقى يا شيف افتكاسه برضو بعد رمضان كده بشويه تلاقي الناس كلها زهقت من كل الاكل. فتلاقي في طاجن فول موجود على الفطار. ده اساسي. انا بحب الفول الطاجن ده اللي هو بالصلصه ومعمول عليه الخضره من فوق كده، وبيبقى جميل بصراحه. حلو. بيبقى حلو قوي. وطبق الفول على الفطار على السحور للفائد للغني ده لازم طبعًا يكون موجود، وكله فايده. يعني احنا بنتكلم انه كمان الفول كله فايده وبروتين. انا بعمل دلوقتي شويه كلاوي يا استاذه شروق. انا واخده بالي اهو. وهعمل شويه رز بالخلطه. حلو. رز بالخلطه ده موسوعه لست البيت تطلع خبرتها الطهويه. انا بحبه قوي يعني. بعض انا بحط... بحبه قوي قوي عشان انا عشان انا بحبه فتعلمته. تقولي لنا بيتعمل ازاي؟ طيب احنا بنجيب الاول الرز طبعا. انا يعني في طريقتين. حلو. يا اما بيتكرمل يا اما بنفضل نحمره. انا الحقيقه عشان بحب التيست قوي فبعمل الاثنين. حلو. بفضل احمره شويه في السمنه. حلو. معيار الرز ده انا جبته. وبعدين كمان بجيب طاسه كده على جنب بروح حاطه فيها على قد الرز اللي معانا. حلو. بروح حاطه فيها عدد معالق السكر كرملي بالسكر. حلو. وعلى النار كده، واول ما تاخد اللون الحلو اللي هو ما يتحرقش. حلو. ومش ذهبي يعني، يعني اغمق من الذهبي حاجه بسيطه عشان يدي اللون. حلو. نروح حاطين عليه الشوربه بقى كله على بعضه كده، وننزل بيه على الرز ونحط بقى القرفه الحلوه برده. لازم القرفه مع الرز وتدي اللون.
والحبهان والملح والبهارات بتاعتنا تحط شويه مكسرات في العاده زي حسب الرغبه. المكسرات بقى برضو انا بقول لك بحب التيست قوي فبجيب المكسرات حسب الرغبه احمرها الاول في حته زبده كده وبعدين بقى نحطها كده على الوش في شفت بقى انا الكبد والكلاوي تنزل مع البصلايه كده الله والريحه ولازم يعني تكون الطاسه سخنه بجد الريحه رائعه وريحه البصلايه تديك لون محمر ريحه البصل مع الفلفل يعني حاجه كرمله البصلايه هو ده طعم انا بقى بدي طعم الرز الكرمله بتاعته بالسكر اللي موجود في البصله عشان المخرج كده بيقول البصلايه لونها صحيح. انا قاصد ان البصلايه تاخد لون وتديني الكرمله بتاعتها يعني بستغنى عن السكر لان هو البصل فيه شويه سكريات يا استاذه شروق طبعا فانت عايزه تاخد السكريات اللي جواه تحمريه في بتغير لا زيت ولا زبده كده يقوم يتكرمل معاكي في قلب الطاسه شفت خدت بص على الكلاوي كده اهيت زي الفل الله رز صياديه حلو ممكن تعتمدي على الكرمل دي برضو ممكن في نفس الطريقه دي برضو نعمل الكبده نفس الطريقه الكبده الكبد. صح كده خلي الطاسه جديده دايما تعملي الكبد كلاوي يعني ريحه تحفه نحط عليها شويه بهارات كده كمان يا حاجه زينب كيف احمد يا امير الصفات كلها كل سنه وحضرتك طيب وانت طيبه يا حاجه زينب معايا الاستاذه شروع عماد الدين ضيفت النهارده يا جميله الامور القمر اهلا بيكي اهلا بيكي حضرتك منور المسبيره كلها ربنا يخليكي تسلمي منوره الشاشه يا استاذه شروق ربنا يخليكي حبيبتي تسلمي وطبعا يعني حاجة احنا كل يوم عشان معجبين بالبرنامج بتاعنا كل يوم احنا موجودين لان الشيف طبعا معانا كل يوم فن وابداع يعني رؤية كمان فن وابداع وهندسه وطب واقتصاد وكاريزما جميله قوي شيف احمد طيب اشكرك يا حاجه زينب يعني انت خليك يا شيف احمد ايه اكتر حاجه يعني شفتيها مع حلقات الشيف مغازي بقى وعجبتك وطبقتيها ايوه السؤال ده مهم جدا والله هو كل اكله جميل وانا بحب اكله كله يعني كله اكله جميل اشكرك يا حاجه زينب بكل سنه وانت طيبه يعني السي فود بالذات انا بطبق منه كل اكلات السي فود يا دي السي فود هو ملك الصفات كلها في السي فود اشكرك انا بقالي 3 شهور ما عملتش السي فود اهو اشكرك يا حاجه زينب الف شكر الكبد الكلاوي على النار انا اديت لها شيشه ميه لان هي غير الكبده كلاوي شويه حطيت لها شويه ميه صغيرين عشان السوا تاخد في السوا شويه فحطيت لها شويه ميه وبغطيها جميل. انا مش هحط الرز بعد ما بتستوي بتحط بشيلها اخليها على جنب اصفيها من البيون والبهريز ده وانزل بالرز في قلب الطاسه تاني اقلب الرز أوكي. مع شويه قرفه مع شويه بهارات الرز استوى وقرب يستوي خلاص ننزل بالكلاوي على الوش كده ونغطيه يتكمل بس هي تاخد نفس بهريز نفس بهريز الكلاوي بس هنسيبها شويه تاخد غلوه طيب نيجي للكشك بتاعنا يلا بينا ايه رايك في الكشك ده كده خلاص ايه رايك نغرفه رائع والله حضرتك اللي تغرفه لنا بقى يا سلام. انا جاهز الطبق والقوام بتاعه ده حلو عشان لما يبرد ما يبقاش ايه سميك هو ده شفتي ده كده نقدر نغرفه بقى ونحط له البصلايه بتاعته المقرمشه الحلوه السر كله بقى كمان الطعم في البصلايه دي يا شيخ البصلايه المقرمشه بتدي في طعم رائع بصراحه استاذه شروق انا استاذنك تغرفي لنا الكشك عشان الكشك ده من المطبخ الصعيدي وانت اكيد بتحن للصعيدي الجميل بتسافري في الاجازه والله بقى لي كتير قوي بقى لي سنين ما سافرتش بس كنت قريب في زياره سريعه كده حلو اتفضلي كده الطاسه اهيت بس زي الفل اتفضل احنا مش بنقلب احنا بنغرف بنغرف احنا نختلف عن الاخرون ايوه قولي لي بقى بمناسبه السفر ايوه اكيد حضرتك بتسافري كتير سافرت رمضان في بره حضرتي مره يعني الحقيقه انا جه عليا مره قضيت جزء كبير من رمضان في دوله اوروبيه والحقيقه لا طبعا جو رمضان في مصر لا يقارن ولا يعني ما ينفعش حتى يعني مفيش حاجه اسمها رمضان بره مصر لا رمضان في مصر حاجه يعني تانية ده ده اللي انا اقدر اقوله لك بصي يعني الناس كلها بتيجي تقضيه هنا في مصر طبعا طبعا حتى الناس كلها فعلا زي ما انت بتقول كده من الدول المختلفه رمضان بالنسبه لهم في مصر لا حاجه تانية خالص واجواء مختلفه واحنا اصلا شعب بيحب الطقوس وبيحب ومتمسك بيلتزم بيها يعني بالظبط كده يعني تورث لاجيال ثم اجيال خلينا بس نوجه تحيه
بالمناسبه لكل لا. اهالي المطريه، ويمكن انت شفت يا شيف اكبر وليمه في العالم في الدنيا فين البلد اللي بيتعمل فيها الكلام ده كلهم يفطروا على سفره واحده، والصحبه الحلوه دي للناس اللي عارفين بعض واللي مش عارفين بعض، والكرم والضيافه والحب والفرحه بتاعت الشهر الكريم. وتعدك الحاجات دي بتشوفها كتير في الاحياء المصريه في الشبرا يعني في المناطق كلها. دي اجواء مصر المختلفه اللي مش ممكن تلاقيها في اي حته ثانيه يعني. مظبوط. والدليل على كده عندك الخمس ايام الاولى والعشر ايام، واعتقد كله عزايم، يا نتعزم يا نعزم. ده حقيقي. عشان كده ده السؤال الاول لينا على طول، على عازب ولا معزوم؟ نعم، عازب ولا معزوم؟ ايوه. انت معزوم امتى بقى يا شيف؟ ايه رايك في شويه الرز الحلوين دول؟ الله، خدوا طعم القرفه ازاي؟ حلو قوي. ايوه. ايه الطبق المفضل للاستاذه شروق اول ما يجي الشهر الكريم وتطلع الرؤيه؟ انا بكره هاكل كذا من ايد مامي. بص، احنا بما انك انت بتتعزمي يعني. احنا اول يوم بصراحه بيبقى عندنا اصناف كتيره قوي مختلفه، يعني بقى كل واحد بنلبي يعني كل طلبات افراد الاسره. اللي بقى في اللي بيحب طبعا السمبوسه والجلاش والكوبيبه والحاجات دي اساسي معانا. ورق العنب والبط، الكوبيبه، ملوخيه، مش قادره اقول لك ايه تاني كان معانا. ملوخيه بالفراخ، بالفراخ البلدي المحمره. يعني دي اغلب الحاجات اللي كانت موجوده اول يوم معانا في سفره اول يوم رمضان. دي اساسي موجوده. طيب لما بتروحي ماما تيجي تزورك، ربنا يخليها لك يا رب، تحبي تاكل من ايد الاستاذه شروق التلميذه بتاعتها ايه؟ احنا هنحط البصل فوقيه. هنحط البصل. طيب بقول لحضرتك ماما تحبي تاكل من ايدك ايه؟ طيب انت عايزه قولي لي عايزه ايه؟ احط على طول؟ هتحط البصل على طول. طيب انت كيدك في البيت عندك؟ طيب هو الكشك انا عشان بس الجلافز عشان بكمل القطايف. برافو. لا لا انت استاذه ورئيسه قسم. هي مش عايزه يا اخوانا تقرب للبصل بايديها علشان بتلف قطايف. بالظبط كده. اتفضلي. تسلم ايدك. يلا. شفتوا الحاجات التركيز ده مطلوب. طب احنا عايزين ندي تركايه كده للساده المشاهدين يا شيف. البصل ازاي نحافظ عليه مقرمش وكريسبي كده؟ يا سلام. انا عارفه بس يعني تطلع منك انت للناس احلى مني اكيد. شفت الرز هنا؟ عينيا البصلايه عشان تطلع مقرمشه بنقطعه شرايح، وبعد كده نحط عليه معلقه نشا. ايوه. وشويه بهارات من الكمون، الكزبره، بابريكا، عصره ليمون، شقشق ميه صغير. أيوة. ونمسك البصل ده نقلبه بالخلطه دي كلها. ونقدح الزيت او نسخن الزيت وننزله في الزيت وهو سخن، ونسيبه يتحمر يبقى بالشكل اللطيف اللي حضرتك شايفاه. الله. لانه ده طبعا نفس بصله الكشري. صح كده؟ نفس بصله الكشري. ده الرز خلاص جاهز كمان اهوت. تمام. نظبط الملح وعيار الملح. كمل بقى القطايف. أيوة. زي الفل. تسلم ايدك في القطايف. طيب الاستاذه شروق وهي بتلف القطايف والقطايف في ايدك بتتكلم مصري يا بنت الصعيد، طلعينا فاصل. يا سلام، هنروح لاحلى فاصل ونرجع مره ثانيه لبيتنا في القناه الاولى مع الشيف مغيث. الرز هنا عينيا البصلايه عشان تطلع مقرمشه بنقطعه شرايح، وبعد كده نحط عليه معلقه نشا. ايوه. وشويه بهارات من الكمون، الكزبره، بابريكا، عصره ليمون، شقشق ميه صغير. أيوة. ونمسك البصل ده نقلبه بالخلطه دي كلها. ونقدح الزيت او نسخن الزيت وننزله في الزيت وهو سخن، ونسيبه يتحمر يبقى بالشكل اللطيف اللي حضرتك شايفاه. الله. لانه ده طبعا نفس بصله الكشري. صح كده؟ نفس بصله الكشري. ده الرز خلاص جاهز كمان اهوت. تمام. نظبط الملح وعيار الملح. كمل بقى القطايف. أيوة. زي الفل. تسلم ايدك في القطايف. طيب الاستاذه شروق وهي بتلف القطايف والقطايف في ايدك بتتكلم مصري يا بنت الصعيد، طلعينا فاصل. يا سلام، هنروح لأحلى فاصل ونرجع مرة تانية لبيتنا في القناة الأولى مع الشيف مغيث. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. ما شاء الله يا أستاذة شروق، إيه ده؟ كل الكمية ديت فن ورؤية وإبداع. ده أنا بس على ما ركزت شوية في الرز بالخلطة كانت عملت دول. أنت على فكرة في الفاصل بتبقى سريعة شوية. أسرع شوية. أسرع شوية.
تسلم ايدك. ده الرز انت شفت ازاي خلاص او قرب يستوي. بننزل بقى بالايه بالكلاوي بتاعتنا. ايوه شفت ازاي الجو ده بالبيون بالبهريز بالحلويات هو ده. والقرن الفلفل الحار ده لان الكبده والكلاوي من غير فلفل حار تحس ان هي يتيمه. طبعا. طب فكرت تاكلي كبده كده من غير قرن فلفل حار؟ لا ما مش بعرفش. ما بعرفش مش بصراحة. كبده لا لا لا. أيوة. لازم الف هنا شيف خلصت ده قرن الفلفل هنغطيه ونسيبه يقول لك اتقل على الرز ويا سلام لو بشويه كلاوي لغايه لما يستوي. حلو قوي. احنا خلصنا.